فضيلة الشيخ، هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، وهل السواك الأفضل باليمين أو باليسار؟ نعم، سؤالين والمقرر واحد، يبقى الواحد على حسب قاعدتك يجيب 20 مسألة والسؤال واحد، تسمحون له؟ ها؟ طيب، أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل الأرض تأكل لحوم الأنبياء، فالجواب لا تأكل لحوم الأنبياء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أن من صلى عليه فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال أرمت يعني صرت رميما، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذه خاصة بالأنبياء، هم الذين نجزم بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا، يعني أنهم يبقون كما ماتوا تماما. أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا في الأصل أنها تأكلهم، ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهو أسفل الذنب في حبة خرزة تشبه النواة أو أقل، هذه بإذن الله لا تأكلها الأرض، تبقى بذرة للأجساد عند إحيائها في البعث، كما جاء في ذلك الحديث، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وإلا فهو قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبقى شيء من جسمه الأول. لكن قد يوجد بعض الصديقين أو الشهداء أو الصالحين من لا تأكلهم الأرض كرامة لهم. حدثني بعض الناس أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه البلدة عنيزة سورا، حفروا لأجل أساس الجدار، فوقعوا على قبر، فوجدوا صاحب القبر يابس، كفنه أكلته الأرض وهو يابس، ولم يفقد منه شيء حتى لحيته كانت محناة مصبوغة بالحناء، فكانت على ما كانت عليه لم تتساقط، وفاح عليهم رائحة طيبة لا يوجد لها نظير في الدنيا. وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن بارطير رحمه الله، الذي له حاشي على الروض المربع، فأتوا إلى الشيخ وقالوا القضية كذا وكذا، وإننا حفرنا ووقعنا على هذا القبر، فماذا نصنع؟ أنا رده على حاله أم ننقله؟ فأمرهم أن يردوه على حاله وأن يعطفوا السور من خلفه أو من أمامه لا أدري الآن، فهذا دليل على أن الأرض قد لا تأكل بعض أجساد بعض الناس. والمهم كل المهم أن يكون الإنسان منعما في قلبه، سواء بقي الجسم أم لم يبقى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبوله. أما السؤال الثاني وهو هل السواك باليمين أو باليسار، يعني هل يمسك المسواك باليمين أو باليسار؟ من العلماء من قال إنه يمسك باليسار مغلبا جانب الأذى، لأن السواك يطهر الفم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال ومعنى هذا أن السواك إزالة للأذى فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستمار باليسرى والاستنثار باليسرى. ومنهم من قال بل باليمين، لأن السواك سنة، والسنة ينبغي أن يقدم لها اليمين فيكون باليمين. ومنهم من قال هو مخير، كم قولا ذكرنا؟ اضبطوها، 3، باليمين باليسار مخير. ومنهم من فصل فقال إن كان تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير الفم فباليسار،
يعني إذا كان تسوك لظهور رائحة في الفم لطول السكوت مثلا فإنه يكون باليسار. وإذا كان للسنة كرجل توضأ واستاك ثم أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير فيكون باليمين. والأمر في هذا واسع. ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاة، هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا قال حي على الصلاة أو إذا قال قد قامت الصلاة أو إذا انتهى من الإقامة أو إذا كبر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا في هذا واسع، بمعنى إذا قام حين شرع في المؤذن في الإقامة أو عند حي على الصلاة أو عند قد قامت الصلاة أو عند انتهاء الإقامة أو عند الإحرام فالأمر في هذا واسع. المهم أن لا تفوته التكبيرة تكبيرة الإحرام فلا يتأخر